انا الحرق عندي ضعيف، ازاي ازود معدلات الحرق عندي؟ اول حاجة نتكلم فيه عن مشروب سحري، نتكلم عن شرب المية، وهناك دراسة بتؤكد هذا الكلام، بتقول ان شرب كوبايتين مية قبل وجبة كفيلة ان هي تزود لنا من معدلات الحرق اكتر 25%. طبق السلطة خماس الالوان، برضو طبق السلطة خماس الالوان قبل كل وجبة يحسن لنا من معدلات الحرق. طب ايه هو طبق السلطة خماس الالوان ده؟ خماس الالوان ده بنتكلم عن طبق السلطة الكبير الجميل اللذيذ، خمس الوان رئيسية. نتكلم عن اللون الابيض زي الثوم والبصل، نتكلم عن اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، نتكلم عن اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجلة والايسبرج والملفوف، كل هذه الاشياء. نتكلم عن اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، نتكلم عن اللون البرتقالي زي الجزر. اولا هيحسسنا بالشبع، هيبقى في كميه الفيتامينات والاملاح المعدنيه عشان تدينا طاقه وباور طول اليوم، وبالتالي نحسن من معدلات حرق الجسم عندنا. بنتكلم عن النوم، النوم الناس يعني هرمونات الحرق بتفرز ليلة، الناس اللي ما بتنامش بالليل ساعات نوم كافية موعدكمش ان احنا نحرق. بنتكلم عايزين نحرق من الدهون، عايزين ننام ليلا، نوم ليلا يحفز من افراز هرمونات الحرق بتاعتنا. عايزين حرق سعرات حرارية، يبقى عايزين وجبة الفطار بتاعتنا ما تعديش الساعة 8 صباحا، عايزين وجبة العشاء بتاعتنا ما تحديش الساعة 8 مساء. ما بين كل وجبة رئيسية ووجبة رئيسية تانية يبقى في وجبة خفيفة اللي هي نسميها السناك، ان النظام الغذائي اللي فيه في بدايته 4 كوبايات مية دافية على الريق بيحسن لنا من معدلات حرق الدهون بشكل مضاعف، زائد طبعا قلنا 2 كوباية مية قبل كل وجبة، زائد ان يكون عندنا 3 وجبات يوميا ما بين كل وجبة والتانية 6 ساعات، وجبة خفيفة كل 3 ساعات. نعمل نظام غذائي محسوب السعرات، من احنا اي حد بيجي لنا بنعمله نظام غذائي محسوب السعرات على حسب وزنه وسنه وطوله وحالته الصحية، وبنراعي المسموحات والممنوعات على حسب المرض بتاعه. وبكده نكون خلصت الحلقة بتاعتنا في ظل هذه الاجواء الممطرة، يعني أسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة.